أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نسمع كثيرا ونرى أكثر أن الرياضة تعتبر أحد مفاتيح تنشيط السياحة، ورغم أننا كنا نظن أن مسابقات الهجن تقتصر على المنطقة العربية، إلى أن السباقات التي استضافتها سلطنة عمان في السابق كانت تحظى باهتمام من السياح من مختلف أنحاء العالم، وهذا جانب من سباق أجري عام 1991 والذي لاحظنا من خلاله تواجد سياح من دول مختلفة. شارك في هذا الشوط 10 من الإبل، فرحة من شرطة عمان السلطانية، وهذه الإبل كلها من شرطة عمان السلطانية فرحة. نعود معكم في العام 1988 وختام الموسم الرياضي لمنافسات الكريكت التي أيضا نالت نصيبا كبيرا من الاهتمام والرعاية. حبيب السمو السيد شبيب بن تيمور آل سعيد وزير البيئة وموارد المياه، الرئيس الفخري للجمعية العمانية للكريكت، بختام الموسم الرياضي للعبة الكريكت حضره عدد من كبار المسؤولين، كما حضر الاحتفال الدكتور حمد بن عبد الله الريامي رئيس الجمعية وكافة اللاعبين المشاركين في هذه اللعبة لهذا الموسم. الجدير بالذكر أن الجمعية العمانية للكريكت تقيم عدة بطولات في الموسم الواحد، وهي بطولة الدوري والكاس والبطولات الفردية الأخرى، هذا وقد بلغ عدد المشاركين العمانيين في هذا العام 36 لاعبا. بعد ذلك قام سمو السيد الوزير راعي الحفل بتسليم الجوائز والكؤوس على اللاعبين والفرق الفائزة. وإلى عام 1987 لنتابع رالي الجبل الأخضر للدفع الرباعي الذي شهد مشاركة عربية كبيرة ومنافسة مثيرة، كما كان هذا الرالي بمثابة بطاقة تعريفية للجبل الأخضر كمعلم سياحي. الكويت في أواخر شهر أكتوبر، منطقة فندق ساس كانت نقطة الانطلاق لرالي الدفع بالعجلات الأربع والجولة الأولى لعام 87. بطل الكويت أحمد الهلال يساعده فهد الراشد أول من ينطلق من فريق باجيرو، يليه سائق ذو الخبرة الطويلة مظلوم من البحرين والذي يقود سيارته الخاصة باجيرو، طارق وخلود عليان أول فريق مكون من رجل وزوجته يشترك في راليات الشرق الأوسط بسيارتهم العادية دايهاتسو روكي. بطل الكويت طارق الوزان يساعده خالد خليفة في سيارة رينج روفر. الشخصية التلفزيونية الكويتية مبارك العمير في أول رالي له يقود لادا نيفا. الهلال يبدأ التحدي، يليه الوزان بسيارته الرينج روفر الحمراء والبيضاء. الباجيرو تظهر بمظهر ممتاز. أحمد الظفيري ينطلق بسيارته السوزوكي ذات محرك المازدا RX7.
محاورة في الباجيرو من قبل إبراهيم مظلوم مع الطريق الملتوي. عليان تتعامل بشكل جيد مع أول رالي لها. طارق الوسان، القرب من النهاية ومرحلة سريعة، يبدو أن أحمد الهلال قد أمن نقاطا عالية لفريق باجيرو. عيد فلاح يبدو سعيدا لحصوله على المركز الثاني بسيارته الرينج روفر. وابراهيم مطر، بداية ممتازة في الجولة الأولى من التحدي للكويت والبحرين. تويوتا لاند كروزر لمحمد الحسيني. في المركز الخامس طارق وخلود عليان، وفي المركز الثالث في النقاط النهائية لفوزهم في الفئة باء. ومع انتهاء رالي الكويت المثير تتجه الأنظار إلى البحر. أحمد الهلال وفهد الراشد، ميتسوبيشي باجيرو، 47 دقيقة و50 ثانية. عيد فلاح، صادق أشقناني، رينج روفر، 48 دقيقة و4 ثواني. إبراهيم مطر، خالد إنجينير، ميتسوبيشي باجيرو، 51 دقيقة و21 ثانية. نتائج الجولة الأولى: أحمد الهلال 22 نقطة، عيد فلاح 18 نقطة، وطارق عليان 16 نقطة. رالي البحرين للدفع بالعجلات الأربعة، والانطلاقة لبطل البحرين إبراهيم مطر. أحمد الهلال يتأمل أن يسترد البطولة بالنتيجة النهائية من سلسلة الراليات. طارق وخلود عليان بسيارتهم الدايهاتسو روكي في أبا يودون تصدر القائمة. السيارة الغريبة المظهر لامبورغيني. السائق القطري المحبوب عباس الموسوي يقود الرينج روفر. الوزان قريبا منه، ومقدم البرامج في التلفزيون الكويتي مبارك العمير يقود سيارة لادا نيفا. قفزة مثيرة للباجيرو لأحمد الهلال. استمرارية جيدة للرينج روفر بقيادة عيد فلاح وأشقناني، ولكن الظاهر بأن الموسوي لن يعطي مجالا للهزيمة. والهلال قد ثبت نفسه في المركز الثالث في هذا السباق.
المياه المتواجدة لا تشكل عائقاً للمسوي. يليه طارق الوزان بانطلاقة سريعة. أما اللامبورغيني الثقيلة فتجد صعوبة في الطرقات. في المركز السادس طارق وخلود عليان مع حصدهم لأعلى النقاط لفئة السيارات باء. المركز الرابع يحصل عليه الرينج روفر البيضاء بقيادة عيد فلاح. عباس الموسوي ومبارك الهاجري رينج روفر ساعة وخمس عشرة دقيقة وثمان. نادي النصر شعلة من النشاط وعمل دؤوب. تقرير مميز تم عرضه عن نادي النصر في العام 1988. ففي المجال الرياضي يتوفر في النادي مجموعة من الملاعب الرياضية، فهناك ملعب معشب لكرة القدم يمارس فيه الفريق تدريباته اليومية، كما تقام عليه المباريات الرياضية التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم، وتتسع مدرجاته لأكثر من 2000 متفرج. كما يوجد ملعب آخر معشب لكرة الهوكي، ويعتبر نادي النصر من أوائل الأندية في المنطقة الجنوبية التي شارك فريقها في بطولة الدوري للهوكي على مستوى السلطنة. هذا بالإضافة إلى ملعب لكرة السلة وكرة اليد والطائرة وملعب للتنس الأرضي. وحرصا من الإدارة على أن توفر الأجهزة الرياضية، فقد تم إحضار جهاز لصالة الألعاب الرياضية. لذا يعتبر نادي النصر الرياضي من الأندية القليلة في السلطنة التي استكملت فيه معظم المرافق الرياضية، وله باع طويل في كل المساهمات الرياضية، حيث يعتبر من الأندية المنافسة على بطولة الدوري الممتاز وكأس حضرة صاحب الجلالة، ولقد حصل على عدة بطولات في هذا المجال. وحتى يكتمل المسار الطبيعي للنادي بما يتوافق مع أهدافه العامة المنبثقة من اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للأندية الرياضية، فإن النادي شارك بفعالية في كل من المجالين الثقافي والاجتماعي. ففي مجال الثقافة شارك النادي في المسابقات الثقافية التي تنظمها دائرة شؤون الشباب على مستوى المناطق وعلى مستوى السلطنة، كالقصة القصيرة والشعر والزجل ومجلات الحائط والمسرحية. هذا إلى جانب الفنون التشكيلية المختلفة من نحت وخزف ورسم زيتي وتصوير فوتوغرافي التي شارك بها النادي في المسابقات السنوية. أما في النشاط المسرحي فإن الإدارة لم تغفل هذا الجانب، فقامت بإنشاء مسرح يتسع لأكثر من 1000 شخص يمارس فيه الشباب مواهبهم الفنية. هذا إلى جانب الفرقة الموسيقية التي تم إنشاؤها مؤخرا. إن تربية جيل من الشباب المؤمن بربه ووطنه وسلطانه القوي الصحيح البدن المزود بالثقافة والعلم هي جهود إدارات وأفراد تعاقبت على هذا النادي وتحملت المسؤولية لإسعاد هذا الجيل من الشباب. ولم تكتفي هذه الإدارات التي تعاقبت على النادي بما حققه، بل إن هناك مجموعة من الطموحات والمشاريع الحديثة التي قاربت على الانتهاء، وهي المقر الجديد للنادي والبوابات الرئيسية وإنشاء حديقة عامة لأعضاء النادي حول المسجد الذي استكمل بناؤه، حتى تكتمل مقومات هذا الجيل من الشباب عقليا وروحيا وبدنيا. وكون أن الإيرادات التي يحصل عليها النادي غير كافية للطموحات التي يسعى لتحقيقها،
فقد قام النادي باستثمار الجهة الغربية من قبل الشركات والمؤسسات الأهلية من أجل إقامة المعارض التجارية حتى يتمكن في المستقبل القريب من تحقيق طموحاته. مونديال مارادونا، الجميع يذكر أهداف مارادونا في نسخة مونديال 86، لكن القليل منا من يتذكر أجمل الأهداف التي سجلت في هذه النسخة. مليح اللقطة هذه، وهدف رائع حقيقة، روعة روعة روعة، هدف نيجريتي، قطفة جميلة، تبذل ثنائي كما رأينا، وروعة في اللقطة الفنية هذه بين كيرارتي ونيجريتي، وقفتها تسكن الشبكة على يسار الحارس ميخايلوف بوريسلاف، رغم الاتماء انت هذا الأخير كما نشاهد. منطقة أو قريب من قذفة قوية، والهدف ممتازة ممتازة، والهدف كانت ممتازة بقذفة قوية من جوزيمار، رقم 13، نشوف القذفة هذه والهدف، رائعة ممتازة، شوف في المقابلة النتيجة، قلت هدف لصفر لصالح المنتخب السوفيتي، بلباس أبيض ليوجد في حالة الهجوم، وهدف ثاني، هدف ثاني ممتاز، هدف ثاني ممتاز لصالح المنتخب السوفيتي من تسجيل الينيكوف. الينيكوف، شوف الإعادة بتاع اللقطة، قصة من حوالي 20 متر، حقيقة المنتخب السوفيتي طلق قوة. الإنجليزي يلعب بطريقة أكثر من هذا، لاينيك على الجهة اليسرى، لاينيك اللعب خطير، يغير في اتجاه اللعب ستيفن، ولاينيكر يدخل، والهدف الأول، الهدف الأول من إمضاء اللاعب لاينيكر في الدقيقة 11 من بداية هذا اللقاء، إذن هدف مقابل صفر لصالح الفريق الإنجليزي. لاينيكر 25 سنة، لاعب إيفرتون، إعادة، ولاينيكر يفتح باب التسجيل. قطفة قوية وهدف حقيقة الروعة، قطفة شوي سونغو، ومفاجأة تماما للحارس غالي، مفاجأة تماما للحارس غالي كما نشاهد الآن. إعادة اللقطة حدود منطقة 18 متر، وقطفة قوية جدا تسكن في الزاوية 90 من مرمى الحارس غالي، لربما ما كانش ينتظر في القطفة. إعادة اللقطة شوي سونغو، وقطفة قوية، هدف مقابل هدف، جميلة فنية مارادونا. مارادونا على الجهة اليسرى، مراوغة جميلة، وكرة جميلة، والهدف الثاني من بوروشاغا، الهدف الثاني كانت تمريرة من مارادونا على الجهة اليسرى بعد ما راوغ، ونشوف كيف ينطلق بالكرة، وتمريرة ذكية، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق بوروشاغا، 2-0 بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الثاني من هذا اللقاء. أمام لودروب، حاولت المراوغة ودخول داخل المنطقة، مراوغة الحارس، الهدف، الهدف الثالث، والهدف الثالث من لاردي، ممتاز ممتاز حقيقة، لاعب بارز 22 سنة، هداف المنتخب، منتخب الدنمارك، شوف كيف العملية تاع المراوغة
توقف ثم انطلق باغت الدفاع وفتح الثغرة وحده راوغ الحارس وراوغ كل الدفاع وانطلق. شوف الإعادة ديجو مراوغة أولى ثم مراوغة الحارس رغم رجوع اللاعب رقم 3 أزيفيدو. هدف هدف الهدف تركها لعبد خليفة والهدف ممتازة ممتازة من الخياري. هدف ثاني رائع هدف ثاني ممتاز من الخياري بعد تمريرة من العبد خليفة على الجهة اليمنى بسرعة ومن الحركة الخياري يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي. ممتازة ممتازة المحاولة ممتازة المحاولة على الخياري هذه الصورة. هجوم وعكس وهدف بعد ما ضاعت الكرة من زيدان. رامور كالديري يفتح مجال تسجيل وهذه اللقطة المعادة واختلال في وسط الدفاع نظرا للحراسة اللي ما كانتش مضروبة على كالديري يسجل أول هدف في اللقاء في مرمى المنتخب الوطني. تصبح النتيجة لصالح منتخب إسبانيا هدف مقابل صفر. تألف إلى بنزيمار وتلعب يعدي فرنسا وألمانيا والنتيجة التعادل بدون أهداف لحد الآن. صفر صفر في كأس العالم 82 في 13 في المكسيك وشايف الله Oh!
الثانية شوف كرة لعبت أيضا هدف في مرمى المنطقة الجزيمي. تبدأ الهجمة أرجنتين كرة اللعب مدارة ختاماً، السعادة ليست الحصول على ما لا نملك، بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك.